مدير التسويق في شركة أوبو المغرب. اليوم حنا احتفلنا بإطلاق أو آخر النسخة من سلسلة هواتف رينو اللي هو رينو 7، هاتف اللي كيمزج ما بين الدقة ما بين لا بيرفورمانس اي لا تكنولوجي. هي الخاصية اللي متميز بها هذا الهاتف، يعني يمكن نقولوا بلي هو كيجيب مزايا جد متميزة بارابور لو مارشي، مي كيجيب واحد لا تكنولوجي اللي متميزة بزاف واللي هي نقدروا نقولوا اون تكنولوجي بروميير دون لاندستري، ستادير هاتف سباق العديد من التكنولوجيا اللي غنلقاوها لاول مره في هاتف لهاتف سمارت فون، خصوصا بان هذا الهاتف هو من الفئه المتوسطه وكيجيب مزايا وتكنولوجيا اللي دين دان سمارت فون بريميوم. غادي يمكن لي نذكر باللي سينسور سيلفي سينسور ديال الكاميرا سيلفي اللي هي واحد العدسه كو ديفلوبي انتر اوبو اي سوني. سوني الشركه الرائده في عالم الكاميرا والفوتو لا فوتو لو ديفلوبمون دي لونتي. اخترعنا واحد سيلفي سينسور سميتو الايمكس الاي ام اكس 709 واللي هو ديفلوبي سبيسيالمون بور اوبو باش نستعملوه في لو سمارت فون اوبو رينو 7 اللي غيعطينا واحد الدقه عاليه في اخذ صور سيلفي. كاين الخاصيه الثانيه واللي هي المايكرو لينس، هو هذا يمكن لنا نقولوا اول هاتف اللي غادي تطرح في السوق واللي فيه خاصيه المايكرو لينس، خاصيه التكبير اللي كتوصل حتى ل 30 مره اللي غتخلينا اننا نستمتعوا بالهاتف ديالنا في لوزاج ونكتشفوا اشياء ونصوروا اشياء اللي غادي تميزنا عن باقي يعني المستعملين ديال الهواتف اللي ما عندهمش لوبو رينو 7. الخاصيه الثالثه هو ان هذا الهاتف واخا هو من الفئه المتوسطه ولكن كيمثل واحد الرقي، واحد اون فادير لا كلاس، واحد لو شيك، واحد لاسبي بريميوم اللي دين دان سمارت فون هاي اند ولا بريميوم، لان الكافر ديالو هو مصاوب من لو كوير. دونك عندك ان سمارت فون بيرفورمون، ان سمارت فون تكنولوجيك واللي لو دو ديالو فيه لو كوير اون فيبر دو فير اون فيبر دو فير واللي يعني كيعطيك واحد الاناقه واحد الشياكه، يعني عندك سمارت فون كاريمون كوير اليغون بواحد لورانج سانسات اللي هو واحد اللون جذاب بزاف تري اتراكتيف، وواحد الماتيريال اللي بريميوم والحواف ديالو اخر صيحات اللي كاينين في عالم الهواتف. هذا الهاتف غادي يكون مطروح كيف قلت لكم في السوق، هو من الفئه المتوسطه، الثمن ديالو 4199 درهم في النسخه ديال 8 جيجا 256، في لا تكنولوجي ديال سوبر فوك في لا شارج اللي هي تري بيرفورمانت معروفه بها اوبو، ومتوفر ابارتيغ دوجوردي، يعني حاليا هو متوفر الاسواق بهذا الثمن في بيرفورمانس اي في لا تكنولوجي. هذا هو لافونتاج، سكو هذا الهاتف كيف قلت لكم هي تكنولوجيا سباقه، يمكن لينا نقارنوا الرام والروم، يمكن لنا نقارنوا لا كاباسيتي دو لا باتري، ولكن هاد التكنولوجيا اللي هضرنا عليها ما كاين حتى هاتف في لو مارشي اللي فيه الاي ميكس 709 اللي فيه المايكرو لينس ولا فيه الباك كافر بالكوير. دونك هادي خصائص فهاد لو تيليفون سباقه ليها اوبو، يعني باش نقارنوها في لو مارشي ما يمكنش لينا نقارنوها. ويلا خدينا ان اسبي باش نقارنوه غادي نهضروا على هواتف اللي كيتعدى الثمن ديالها 8000 7000 و9000 درهم اللي متواجدين حاليا. دونك سي ان تيليفون تري بيرفورمون ولكن هو من الفئه المتوسطه، تري شيك ومن الفئه المتوسطه، في لا ديرنيير تكنولوجي ومن الفئه المتوسطه.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.